صباح الخير عليكم الزول في اللوان، كي راكم دايرين؟ الحمد لله اللايف رجعوا، على بالكم باللي البارح في العالم ما مشاش اللايف، صح؟ معليش، تو فا بيان، لي صبر سا فيني باغ اريفي. عليكم السلام، واش راك؟ وي كي دايره؟ اسمح لي. الحمد لله وانت بخير، كي دايره؟ صباح شويه الحمد لله. شويه نونسيان فونكسيونير. الله يبارك، شو اون لايف معليش؟ لا معليش، لا خبيه لا باسكو بلاد ماشي نورمال نورمال. شوف لازم هذاك الخوف يروح. وي كيتي وي لو دوزيام موند كون جي فو كي ني با اونيت جي كومبري اي فو روتورني او بلاد على بال. بلاد ان شاء الله. بشفع عليك خويا، بشفع عليك خويا، شوف بشفع عليك ان شاء الله. ان شاء الله نهارك مبروك، الله في روحك. صحيح راكم تشوفوا لي زاجا مازال شويه خوف، هذا الخوف لازم الحمد لله بلي قلعتوه، صافي بليزير على بالكم. وديبي كنت نهضر وحدي، قلتوا لي بلي مهبول هذاك اتسيتيرا اتسيتيرا. الحمد لله كي وليتو ما تخافوش، على بالكم بلي صافي بليزير بزاف كي تشوفوا الشعب الجزائري ما شاء الله واعي، ثقف، سلمي، قانوني، ديمقراطي، حضاري، صافي بليزير، على بالكم بلي صافي بليزير. شفتوا هذا المافيا ولا لا؟ المافيا تاع 40 سراق، كيفاه هما اللي عدلوا الدستور في 2016 يعني بيمنعوني باه نترشح، كيفاه 2019 قال لك لا اي ما نحترموا لا الدستور هذا، فانتوا بالي درتوا هذا الدستور ولا خفتوا من ميكانيسيان يديها لكم ولا كيفاه؟ اسكو فوزافي كومبخي؟ يعني هذا النظام كي يشوف باللي الماتش ما يقدرش يربحو يقول لك سي بون سي بون نحبسوا الماتش، ما كان لا ماتش لا والو. يا جماعه يا جماعه، انتوما اللي درتوا الدستور في 2016 وقلتوا دوكا الحمد لله البلاد راهي دوله مدنيه، وثلاث سنين من بعد تقولوا لا ما كان لا دستور لا انتخابات لا والو. انايا كي شد باللي عدرتوا الدستور واش درت؟ انا قلت انا نحترم الدستور، انايا جو مادابت كما يقولوا في فرنسا. انا ما قلت لهمش بلي عندو دستور، قلت هذا الدستور كيما راه نحترموه، فهمتوني؟ كيما راه بورتون ضدي، معليش باسكو انا نحترم مؤسسه جزائريه، انا نحترم الامن، نحترم العسكر، نحترم الدبلوماسيه، ونحترم الدستور، ونحترم المجلس الدستوري. انا ما قلت لهمش بلي هادو مش ملاح ولا مش عارف، نحترم اي مؤسسه جزائريه، ماشي كيما هذوك الناس شافوا بلي الماتش ما يربحوه قالوا نحبسوا كل شيء وطاحوا في البير، تبهدلوا في العالم كومبلي، واليوم ما يقدروش يديروا ضربه تاع 92 يقولوا شوفوا ارهابيين هما بغاو يكسروا البلاد، وخوفوا الخوفوا الامريكان، خوفوا فرنسا، خوفوا انجليز، خوفوا العالم كومبلي. تاع دوكا يا مافيا ما تقدروش تخوفوا اي واحد، فو نو بوفي فير بور ا بيرسون. توما اللي درتو الارهاب، توما اللي كسرتو الدستور، توما اللي ما بغيتوش ديروا انتخابات، توما ديكتاتوريين. والحمد لله العالم دايفيق، والحمد لله الشعب الجزائري ما يزيدش يدير فيكم حتى ثقة، على بالكم سنتيمتر ثقة وما يديرهاش فيكم. جماعة غدوة إن شاء الله، اليوم إن شاء الله 8 تاع الليل ندير لكم اللايف ونعطيكم الأناليز تاعي ونتكلوا على ربي سبحانه، وديما ديما ديما نبقاو سلميين، نبقاو قانونيين، نبقى ديمقراطيين، ونبقاو حاضرين. غدوة إن شاء الله الزوج ألجي لا غران بوست، السبت إن شاء الله سامدي أ 14 و 73 أفنو دي شانزيليزي عند لوتوريزاسيون الرخصة، على بالكم بلي راه ما كانش لي جيلي جون شانزيليزي، دونك فو با أفوار بور، يورا با دو جيلي جون، نجيب لكم لوتوريزاسيون. حنايا قانونيين قلت لكم 150 مظاهرة سلمية ضد الفساد، على شوفوا بعينيكم.
Donc, dépôt de déclaration de manifestation. Samedi 16 mars, exiger la démission de M. Bouteflika, la fin de la mafia des 40 voleurs et le maintien des élections du 18 avril 2019. Yani, les amis, voilà. 76 avenue des Champs-Élysées, Oujdourakom, Yadjeli, Yadjazeria. Samedi 16 mars. Donc, le Jum'a à Alger. Au 7, Inch'Allah, fi libérise. شفتوا واش قال الكندا؟ كندا طلبت من الجزائر، قالت لهم يا جماعة احترموا الدستور، ديروا الانتخابات، باسكو العالم يستعرف بحاجة برك، ديمقراطية وانتخابات. مكد لا مرحلة انتقالية لا انقلاب دستوري لا والو، يحترم حاجة برك ديمقراطية بالانتخابات. فوالا سكو ريسبكت لو موند انتي، نو ريسبكت كو لا ديموكراسي اي لي زيليكسيون، حاجة أخرى ما يستعرفش بها. وني نشوف لي كومنتير، جو في ريبوندر اختنا الراضية. في 90 انا كنت في الدوار نفوت في البرمي تاعي 15 اوت 90، والكارطة تاع الفوت تاعي الأولى 95 في الوقت زروال، فهمتوني ولا لا؟ اللي مازالوا ما فهموش. ولكن كيما قلت لكم أبقوا سلميين، أبقوا قانونيين، أبقوا ديمقراطيين، أبقوا حضاريين مهما كان. وأتونسيون العنف، العنف خاطينا ما تطيحوش في البير اللي داروه في 91 و92. وما تنساوش 8 تاع الليل إن شاء الله ديركم اللايف وبإذن الله. وتهلا في روحكم والحمد لله. دونك نجاوب فني سي علي، هضرت مع لا بريفيكتور، ما كاش جيلي جون في الشانزليزي، ما تعمروش كاع راسكم، اروحوا فني السبت ان شاء الله بين الزوج حتى السته مظاهره سلميه، باه هذا الرئيس اللي راه ميت يساحب، باه لا مافيا هذه ما تبقاش، وباه يكونوا الانتخابات 18 افريل. وهذا المجلس الدستوري مسكين ما يستعرفوش كاع بيه، ما استعرفوش كاع بيه، عيب 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 عيب، على بالكم عيب. البارح نورمالمون ياتي القرار، اسكو الملف تاع الرئيس يقبلوه ولا ما يقبلوش، اسكو الملف تاع الميكانيشن يقبلوه ما يقبلوش، والناس راهم يطيحوا بالميكانيشن. على بالكم بلي الوالد ربي يرحمه كان ميكانيشن، يعني راكم تطيحوا بالوالد الله يرحمه، عيب عليكم يا جماعه. الوالد الله يرحمه الحاج جاب لي الزب، فهمتوني ولا لا؟ راكم طيحوا به، عيب عليكم. مجاهدين والشهداء، حسبتوا باللي خرجوا من لا سوربون ولا جامعه الامريكان كاع خرجوا بالدواوير، فهمتوني ولا لا؟ وهذوك اللي ماتوا ربي يرحمهم ماشي تاع ماده، عندهم الروح الوطنيه، الروح الوطنيه هي اللي جابت استقلال، ماشي الدبلوم، الروح الوطنية اللي جابت الاستقلال. يا جماعة راكم طيحوا بالناس، راكم طيحوا بخوتنا الجزائريين. وي ميكانيسيان ونستعرف به كيما الوالد ربي يرحمه جاب لي الزب، فهمتوني ولا لا؟ اللي ما يخافوش، باسكو الوالد ربي يرحمه ما كانش يخاف. هيا تهلا في روحكم ونسمح لكم كاع، مازالوا ليام ان شاء الله، ووجدوا روحكم ان شاء الله الليلة 8 تاع الليل. والسلام عليكم ونهاركم مبروك.